نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في المنوفية تم تنفيذ أعمال تبطين 82 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أما في محافظة بورسعيد فتم تسليم جوائز الحافظين للقرآن الكريم بقيمة تصل لمليون جنيه. أما في أسيوط فتم صرف 50,000 جنيه لأسرة كل متوفي بالمنزل المنهار في بنوب. وأما في سوهاج كمان تم إجراء الفحص الطبي لأكثر من 54,000 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية. تفاصيل وأخبار أخرى من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية بيتم تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بنطاق مركزي أشمون والشهداء بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية، وتم الانتهاء من تبطين أكثر من 85 كيلومتر ل 28 ترعة متنوعة بقرى مركز الشهداء وبنسبة إنجاز 96%. ده بالإضافة لتبطين ما يزيد عن 150 كيلومتر لعدد 54 ترعة بنطاق شرق وغرب مركز أشمون بنسبة تنفيذ 75%. في بورسعيد سلمت المحافظة شهادات وجوائز مسابقة الفائزون في رمضان بقيمة مليون جنيه لعشرة من الحافظين لكتاب الله بالأحكام والتجويد، وتم تنظيم مسابقة الفائزون في رمضان بعد نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السابعة اللي شارك بها متسابقون من 50 دولة. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ 7 قوافل طبية بعدد من القرى خلال شهر مارس الماضي، وتم توقيع الكشف الطبي على 10,787 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. في الوادي الجديد أكدت المحافظة تسليم 97 طن حتى الآن من السكر المدعم لمراكز المحافظة الخمسة ضمن مبادرة دعم أصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع 2 كيلو جرام لكل فرد بالبطاقة تصرف من التاجر التمويني بسعر 27 جنيه للكيلو. في أسيوط أعلنت المحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 50,000 جنيه لأسرة كل متوفي وإعانات عاجلة للمصابين والأسر المتضررة من انهيار أحد المنازل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبانوب مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة عن فحص 54,525 مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية خلال شهر مارس من العام الجاري للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة. في بني سويف استقبلت المحافظة باخرتين سياحيتين خلال رحلتهم بين أسوان والقاهرة، وعلى متنهم فوجان قوامهم 89 من السياح متعددي الجنسيات. وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامج سياحي تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، علاوة على توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والازدواج بطريق أبو حاكم ميت أبو علي طحلة بردين بني صالح بطول 22 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه بالإضافة لمبلغ 62 مليون جنيه كاعتماد إضافي لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالطريق اللي بيمثل محور مروري بيربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي.